إذن قدرة مشروعي على الدفع هي 5000 ريال. أيضاً في عندي عرض من أحد مؤسسات التمويل. قالت لي الموظفة إني عندي خيارين، وهم اللي دفعاتهم الشهرية أقل من 5000 ريال، بس مو عارفة أي واحد أختار. إيش رأيك؟ أنا شايفة إن الدفعات فعلاً أقل من قدرتك على الدفع اللي هي 5000 ريال. خلينا نشوف أي خيار أحسن لك. إيش رح تعمل لو كنت مكان حياة؟ حياة توافق على أخذ القرض رقم 1، حياة توافق على أخذ القرض رقم 2،